كم من معاني ساقها المولى لنا بمحبة. بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا مشروع جميل في نوع من الجهد، يحتاج إلى جهد، لكن كل واحد فينا أظن يستطيعه، له أجر كبير عند الله سبحانه وتعالى، خاصة وأنك ما راح تصل لنهاية المشروع إلا بالطريق حصلت على حسنات كثيرة جدا جدا جدا. شنو هذا المشروع؟ مشروع حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. القرآن طبيعته مو مثل الكتب السابقة. الكتب السابقة حفظت في أوراق، في رقع، في على خشب وألواح، ولهذا أكثرها حرفت. لكن القرآن حفظه ليس على الأوراق، قبل ما يكون على الأوراق في الصدور. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. الله قال القرآن وين تلقونه؟ الأصل فيه في صدور الذين أوتوا العلم. وسمي أهل العلم لأن القرآن اللي يحفظ كلما زاد حفظه زاد علمه وفقه في دين الله سبحانه. ابدأ على الأقل قصار السور خلصها، الأجزاء الأخيرة خلصها، لأنك راح تعيدها وتكررها بالصلوات، تحتاج إليها في الصلاة. جزء عمّة 29 28 27، احفظ هذه الأجزاء الخمسة الأخيرة بسرعة، اجعل لك هدف خلال سنة مثلا تختمها. احفظ البقرة وآل عمران، من أعظم السور التي تحفظ. ليش؟ لأن يوم القيامة إذا جاء الحر الشديد تظللك البقرة وآل عمران، تمشي معك غيمة، تمشي معك يوم القيامة. احفظ تبارك. تعرف شنو تبارك؟ سورة لا زالت تشفع لصاحبها حتى شفعت له فأمنا من عذاب القبر. قبر، شفت القبر؟ سورة تبارك تمنعك منها. احفظ الكهف، الكهف تعصمك من الدجال في آخر الزمان. احفظ السور التي كثرت قراءتها عندك، قرأت كثير مثلا سورة الكهف، سورة مريم، سورة طه، تقرأ كثير أنت مثلا في سورة الأعراف ولا سورة هود ولا سورة يوسف، هذه السورة التي تقرأها بكثرة يسهل حفظها. احفظها يا عبد الله واجعل لك جدولا. طيب اليوم أنا إيش بسوي؟ اليوم عندنا مشروع حفظ وجه واحد من كتاب الله. لا حد يقول صعب، اليوم الأمر سهل. حفظ وجه جديد اليوم، يرسل لنا رسالة عبر التويتر أو الفيسبوك يبشرنا، يقول أنا حفظت وجه من كتاب الله. أي وجه تبي، بداية سورة، نصف سورة، نهاية سورة، أنت حر، احفظ ما تشاء، لكن وجها من كتاب الله، مو حافظة من قبل، لا، أبي وجه جديد. طيب شلون أقرأ قراءة صحيحة؟ دور لك واحد في المسجد، في البيت، ما عندك أحد، الإنترنت الآن مليء بالقراءات، شوف لك المنشاوي، الحصري، أي قارئ من القراء، العفاسي، اسمع هذا الوجه عليه. في موقع في الإنترنت يعلمك ترداد الآية، يكرر لك الآية مرة ومرتين وثلاثة وأربعة، يقرأ ويخليك تقرأ، بعد شوية يعيدها، تعيدها بعد شوية يعيدها، أنت تحدد تبي الآية 10 مرات، 20 مرة، 3 مرات، عشان تعيد وراها، تعيد وراها، تعيد وراها. اجعل لك ساعة، تقول لي شيخ بس أنا قاعد أقرأ، ما يخالف، أنت وأنت تحفظ الوجه هذا راح تقرأ الوجه يمكن 200-300 مرة، الآية بتعيدها بتعيدها بتعيدها. تخيل لو وجه واحد عدك الآية 100 مرة بس، زين، عشان تحفظ الآية، يعني الوجه كأنك قاري كم وجه من القرآن؟ كأنك قرأت 100 وجه من القرآن اليوم. شوف هذا كم جزء قرأته من كتاب الله جل وعلا. أنت ما راح تحس، راح تكون قرأت أجزاء وأنت لا تشعر. اللي في جوف القرآن، اللي في جلده، في جلده وإهاب، إهاب يعني الجلد، فيه قرآن النار لا تمسه، ويقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. عيالك وزع عليهم، الصغير 3-4 آيات، الأكبر نص وجه، الثالث وجه كامل. خلونا اليوم نجعل لنا مسابقة لحفظ كتاب الله عز وجل. اليوم يوم حفظ القرآن. تخيل لو كل يوم وجه من كتاب الله، 2 سنين تحفظ القرآن كله، لو استمر الواحد منا
على الحفظ وعلى مراجعته بالصلاة وغيرها. ألقاكم إن شاء الله في حلقة أخرى. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بمحبة وفي الإله تآخي، وتذكروا فالخل يهجر خله، إلا التقاة فهم من الأبرار.